أخبار اليوم. مديرك نزلك في الشغل في الحر ده تقول له ايه؟ اجلى على رجلك وتعالى ننزل سوا. اجلى على رجلك وتعالى ننزل سوا. تتحمل انت هتحمل انا. ما بيك انت هتنهض وبي انا هتنهض. فخطوه بيك للامام نمشي كلنا سوا للامام. طب انا دلوقتي راجل شغال حر ما بتفرقش معايا الشمس، اي وقت بشتغل. مش هتفرق معايا مدير يقول لي دلوقتي بتاع، انا راجل شغال حر. الكلام ده بقى واحد موظف واخد على الراحه والكلام ده. لكن انا مش تفرق معايا في الوقت ده. لو في مصلحه مهمه للشغل واحتياجات العمل تتطلب ان انا انزل اضطر انزل. انا مش قلت حاجه، هو اساسا ده شغلي لازم انزل. حر بقى مش حر ان شاء الله اكون حتى موت. انا اقطيع اوامره بس في الحر ده ما انزلش انا. ليه ده يا بيه حرام عليه. ده النهارده ده درجه الحراره فوق ال 45. انزل ازاي انا واعمل شغل ازاي؟ ما ده فيه يبقى فيه رحمه. خد بالك لو هو قاعد في التكييف وقاعد في البتاع ما خد بالك ليه ينزلني انا في الحر وانا مش بني ادم؟ المفروض هو خد بالك يراعي ظروف الناس في الحر ده. درجه الحراره النهارده 45 وواصله في ال 50. ده حرام. ده في دول، بعض دول بتاخد اجازه بتدولهم اجازه في هذا اليوم. قول له انزل انت الاول بعدين انا هنزل. لما انت هتنزل انا هنزل لو غصب عليا يعني. بس هو كده مش غصب عليا، ده شغلي لازم انزل. اقول لهم ان الوظيفه تكليف وليس تشريف. مصالح الناس لازم تمشي، سواء مطره سواء حر سواء برد سواء طينه. الموظف عليه واجب الطاعه زي ما هو بياخد مرتب اخر الشهر. الوظيفه تكليف بخدمه عامه مقابل اجر. تقول للعسكري اللي واقف على الجبهه ايه دلوقتي في الحرب؟ اقول له كان الله في عونك وده واجب بتاديه ومفروض على كل واحد مصري يقديه. اكتر من كده ما اقولش. اقول له الله يكون في عونك وربنا يصبرك، وهم دول الشباب المصريين اللي مصر بتقيم بيهم. اقول له ربنا يقويك ويديك الصحه والعافيه وربنا معاك ان شاء الله. بعت لهم تحيه وشكر انهم واقفين في الحر دوت يعني واقفين عشان خدمات الناس وخدمات المرور طبعا. اقول له ربنا معاك وانت بتدافع عننا، واحنا ده هو شغلك وربنا يكون معاك. ده العسكري ده حاجه تانية. عايز اقول لكل عسكري على ارض مصر على حدود مصر، عايز اقول انا مهما اقول او اعيد انا عاجز عن ان اوصفك. عايز اقول حاجه مهمه، لو احنا كمواطنين مصريين ما قدرناش اللي بيحصل ده اكيد تاريخ مصر من الرابع المستحيل انه ينساك. في نفس الوقت اجرك عند ربنا كبير قوي ومن الرابع المستحيل انه يتنسى.